ديتيكالي أنا يظهر لي المسرح يطلب هذا المواجهة هذيك والصبر هذيك وفن ماهوش سهل ويتجاز العبد من بعد يخلط واحدة واحدة لكن يخلط مليان يخلط كما يجب ويتمتع زيدا بالشيء هذاك لأنه الآن وهنا متاعنا اللي نعيشوها يوميا اللي أقتل وأصبح حي اللي المسرح هو الدنيا هو حياتك الحقيقية تولي الباقي كله يولي كذب وتبلعيت ويولي شيء ما يصلحش بالحق دونك اللحظة الفنية قال لطفي اليوسفي لحظة المكاشفة الفنية دونك تعيشها بالحق السينوبسيس هذا تري جولي خاطر يعبر باختصار يعبر على فكرة الفيلم وعلى شخصية شخصية ليليا اللي هي يدوروا حولها شخصيات مهمين جدا منهم أي. شخصية محسن في اللي يمثلها دور في الدورة عبد القادر بن سعيد واللي هو يعني دور أساسي اللي هو البروف دو فيلو لامي انتيم يعني اللي في فريمون لو بروفيل حسيت روعة البروف اللي مش عادي اللي ما يعني خيالي فهمت لكن في نفس الوقت انا بزوان دي سيت ايماجينير اللي باش ينزل الارض لوطا اللي هو قاعد يتلاشى واللي مش موجود خاصة في الرابور ما بين الصغار وما بين الكبار ما بين الناس الفكر والناس اللي قاعد تحب تفكر وتحب تاخذ الفكر ليليا دونك سي بيرسوناج اللي هو اساسي اليوم خاصه بالهجمه اللي بعد الثورات العربيه ولا بعد على المراه خاصه بعد 7 ديسمبر و 14 جانفي وجمع هبطوا لا بريمير فيكتيم والسهيله والضعيفه اللي حسبوها في عالمنا العربي الاسلامي وخاصه تونس طول هجموا على المراه المراه لكن المراه جاوبتهم في الانتخابات في الخروج للمساحات والساحات والانتفاضات وللثورات والمسيرات وقالت المرأة التونسية أنا الكل وحقيقة بكل يا الولاد بكل مجمع البلاد هذه انساها واقفة بنساها أنا جدي جيت توجور في الميدو من فيلم لا فام ريرال جيت توجور تخافي افيك لا فام ريرال لا فام بتاع الموند بوبيلير وهي هي البطلة وجوردوي أنا في فيلم سنوماج للمرأة اللي قادرة باش تحمل سرياتها قادرة باش تقول باش تنكس وتمشي وتعمل وتتحمل مسؤوليات قدام اي فكر ممكن يحول لها وجهتها الى ثنيه اخرى الى اي سورتو سافا با بلير الفيلم نقول لك سافا ديرونجي بوكو سافا بوكو ديرونجي لكن 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 هو يوري المراه كيفاش واقفه وتوقف من خلال قصه اللي هي تكون تتفهم الناس كل هي تتفهم الناس كل لكن بعدها فلسفي بعدها بسيكولوجي حلت باب كبير جايزة كمن هذه كانت بالنسبة لي أنا التو راني مراهوش شوية راني ما تلاحك ما قراني التو مراهوش كنت صرحت قلت أنها صدمة صدمة إيجابية قال إيجابية يظهر لي زيدة فضل كبير من فضل من عند ربي وفضل كبير ياسر من محمد محمد زران مخرج كمن هذا عنده الباك جراوند نتاعو وعنده دنيته وعنده انسانيه كبيره ياسر انا يظهر لي الفن تخدم كان بالمحبه سينما ولا مسرح أكيد. ولا اي ولا أكيد. موسيقى ولا شيء كل شيء نتاج تجربه شاقه في فن الشعر وفن المسرح والسينما تجارب كانت كبيره دونك تعني لي الجائزة هذه برشا برشا تعني لي تاريخ كامل تعني لي تحس الميدان كفاك بالخير تحس هكا كاريرك تكفيت بالخير هكا تتسون اي انا الحقيقه محبه ليزارتيست ومحبه البلاد هي اللي وقفتني على سقايا ومخليتني نجم نقاوم ونجم نوقف ونواصل وما نضعفش وعندي رهانات كبيره يا فام يا فام يوم النمبر 1 يا